عشان نعرف تفاصيل أكتر بقى عن الحفلتين معانا مشرفنا على التليفون الناقد الفني أستاذ أحمد رمضان. صباح الخير ويوم سعيد. صباح الخير عليك ويوم سعيد على الجميع إن شاء الله. أهلا بيك. أهلا بيك يا أستاذ أحمد. يومك سعيد. يعني لو بنتكلم عن الاسمين دول تحديدا، كاظم الساهر وماجدة الرومي وتواجدهم في مهرجان العالمي، الصراحة أنتوا قلتوا وخلصتوا كل الكلام. ده كده عمرو دياب خلصت فيه كل الكلام. قلت كل الكلام اللي كان الواحد عايز يقوله. فعلا احنا النهارده وبكره قدام حدث استثنائي في مهرجان العالمين، النهارده القيصر كاظم الساهر، وده من كل المصريين بيحبوه كانه مصري مش مطرب عربي او عراقي. والحقيقة أنه هو كان في وقت يعني حفلاته هو مقل فيها في مصر، لسه مؤخرا كان ليه حفلة في القاهرة الجديدة وزار فيها قبلها العاصمة الإدارية وحيا هذا الإنجاز وقال يا ريت يبقى عندنا في بلده العراق حاجة شبه كده. يعني بالضبط كاظم الساهر من الشخصيات أو النجوم المعروفين بعشقهم لمصر ودايما بيتكلم عن مصر بشكل كويس، وهو فعلا زار العاصمة الفترة الأخيرة وأشاد بالحجم التطور المعماري والاستثمار الموجود في مصر. هو التنوع في اختيار النجوم كمان ده سمة مميزة بقى لمهرجان العالمين، حضرتك بتشوفها ازاي؟ بتشوف ان ازاي بيحتضن مهرجان العالمين اتنين من عمالقة الغناء في الوطن العربي في ويك اند واحد، او في يعني خلينا نقول في اسبوع واحد مثلا، يعني بس بهذا الشكل بهذا التنظيم، بتقرا هذه الرسالة الفنية للقوة الناعمة المصرية والعربية ازاي؟ ده حقيقي، وده بيرجع لقوة التنظيم اللي بتقدمها الشركة المتحدة راعية المهرجان، وقد ايه ان هم ناس مش مجرد انهم بيحطوا حفلات وخلاص، لا بيحطوا حفلات مميزة تجذب الجمهور. الانطلاقة الأولى كانت الأسبوع اللي فات النجم الكبير الكينج محمد منير مع دينا الوديدي، كانت حفلة كسرت الدنيا. الأسبوع الثاني حفلة عربية صميمة مصرية، كاظم الساهر النجمة اللبنانية ماجدة الرومي بقيادة المايسترو العالمي طبعا نادر عباسي. ودي حاجة برضو مميزة جدا يعني. بالضبط، ومعانا النهاردة كمان حفل البيت العود اللي أسسه الفنان العراقي الكبير نصير شمة، حفل برضو يتبع وزارة الثقافة من الحفلات اللي بتجذب شريحة كبيرة من الجمهور. طيب يعني أستاذ أحمد، بالنسبة للاختيار نفسه أن يكون كاظم الساهر وماجدة الرومي، وهنا بنتكلم احنا قلنا التنوع بالنسبة لاختيار المطربين، المرة دي هنا بنتكلم عن العمومية في اختيار المطربين، لان احنا بنتكلم عن اتنين مفيش عليهم اي اختلاف، بيوجهوا كده نقدر نقول اغنيتهم سواء بالنسبة للمصري للخليجي لكل الدول العربية، لان احيانا بيكون في مثلا مطرب خليجي المستمع بتاعه او اللي بيحبه اكتر مثلا من الخليج، ولكن هنا بنتكلم عن كاظم الساهر وماجدة الرومي كل العالم العربي بيكون متابع لي. بالظبط، وده بيرجع لقوة التنظيم. التنظيم ما شاء الله كويس السنة دي، في تنوع في الأفكار، هتلاقي مطربين بيغنوا رومانسي، مطربين شعبي، مطربين. هو ده إن دل على شيء كمان، هو بيدل قد إيه مهرجان العالمين مهتم إن جميع الأعمار اللي موجودة سواء في الساحل الشمالي المصري من أوله لآخره، أو المقيمين في العالمين، أو اللي عايزين يحضروا حفلات سواء من مصر أو من خارج مصر وينورونا في الأيام دي، قد إيه هو متنوع ومقدم لكل الأعمار ولكل المسامع الموسيقية يعني ما تتمناه وما ترجوه. بالضبط، كل فئات الأسرة أو أفراد الأسرة هتلاقي ليهم فعاليات، الأهل أو الأب والأم هتلاقيهم مهتمين أكتر مثلا بحفلات زي كاظم الساهر وماجدة الرومي، الشباب هتلاقي ليهم برضو تامر حسني وعمرو دياب، الفئة المطربين الراب كمان موجودين طبعا وهنشوف حفلات ليهم، ودي حاجة مميزة جدا. وفرق الروك كمان وهتلاقي ليهم كاريوكي ومسار إجباري
فكمية التنوع الموجودة على أرض الواقع في مهرجان بتشوف قرار الشركة المتحدة بأن يكون في قناة بتبث الفعاليات بتاعة مهرجان العالمين والعالم عالمين بشكل مباشر ويومي، بتشوف هذا القرار وهذه الخطوة إزاي؟ صراحة قرار محترم جدا ان يبقى في قناة العالمين لايف بتبث كل فعاليات المهرجان، لقاءات، حفلات، ندوات ثقافية. ده شيء مبهر جدا. ليه؟ الشركة المتحدة مش هدفها استثماري فقط وكل الناس تشتري تذاكر وتروح العالمين، لا، كمان بتقدم لك الثقافة لحد عندك في البيت. طب بزرار بسيطة تقدر تفتح القناة تتفرج على اللي انت عايزه. يبقى هنا يعني نقدر نقول انها بتوصل للكل. بالظبط، امبارح كان سواء هناك او هناك حفل النجم الكينج محمد منير، والحفل ما شاء الله كسر الدنيا على المستوى الجماهيري والنقدي. هو طيب، دايما منير كده يعني، بس ان شاء الله برضو بقيه الحفلات هتكون كده. وبالتاكيد كمان الويك اند ده عشاق الموسيقى الطربيه مع كاظم الساهر وماجده رومي هيتبسطوا جدا، سواء اللي موجودين بقى في العالمين او اللي بيتابعوا يعني. طيب استاذ احمد، مفاجآت لسه كمان جايه، يعني في مفاجآت كمان. طب ما تقول لنا مفاجاه لو عندك مفاجأة حاجه حصريه. للاسف احنا كل يوم الشركه المتحده بتفاجئنا في حاجات احنا ما نعرفهاش، يعني الوسط النقدي والصحفي ما يعرفهاش. هي يعني مثلا زي الاسبوع الاول فاجئتنا ان الاسبوع مميز بالطابع الفلسطيني، ان احنا في ظهر اخواتنا الفلسطينيين. وهي من البدايه قررت ده في المؤتمر الصحفي بدعم الاشقاء في غزه وفلسطين ب 60% من ايرادات المهرجان، وده برضو كانت خطوه مميزه ويعني عظيمه في دعم هذه القضيه الهامه اللي مصر كلها بتوليها كل الاهتمام يعني. مظبوط، ورفع العلم الفلسطيني جنب العلم المصري، فشيء مشرف جدا ان الحفله الاولى يبقى فيها كمان اغاني فلسطينيه لدعم فلسطين، وان يبقى فيه رقصات التراثيه الفلسطينيه موجوده في افتتاح المهرجان، شيء مشرف لينا جميعا. طيب استاذ احمد، احنا هنا بنتكلم عن امور متعلقه باختيار المطربين، ترتيب المطربين، مين هيكون مع مين وغيره. راي حضرتك كمان في اختيار المكان نفسه او تجهيز المكان. احنا في مقدمتنا كنا بنتكلم عن مسرح اتعمل في وقت قياسي. اذا الشركه المتحده مش اكتفت بس في مساله اختيار المطربين، ده كمان تجهيز مكان يقدر ان هو يستعرض النجوم اللي احنا شفناهم ويكون يقدر يتسع للعدد الضخم اللي موجود. مظبوط، احنا زي ما كلنا عارفين ان المهرجان السنه اللي فاتت زاروا مليون زائر، السنه دي بنحضر ان احنا يبقى فيه 2 مليون زائر. الشركه المتحده نفذت مسرح كبير منطقه يو ارينا، المنطقه دي مجهزه لاستقبال 30,000 شخص ويفوق هذا العدد كمان. وده نابع ان الشركه حابه كل الناس تشارك في المهرجان وتستمتع وما يبقاش فيه زحام ويبقى الامور سهله وبسيطه في التنظيم يعني.